كده يا نورة؟ تعملي فيا كده أنا وأبوكي؟ ده أنا سبت الدنيا كلها عشانك، عشان أربيك أنتي وأخوكي. للدرجة دي هن عليكي؟ ولا هنتوا ولا عمركم هتهونوا يا ماما. والله العظيم الموضوع كان صعب عليا زي ما هو صعب عليكم يمكن أكتر. بس وحياة ربنا غصب عني. إحنا برضو ملناش ذنب. وانا ما عملتش حاجه تغضب ربنا. وزعلي منك ما يغضبش ربنا يا نوره؟ انا ما كانش في حاجه ما بتنيمنيش الفتره اللي فاتت دي كلها قد اني عارفه انك زعلانه مني. طب انت عارفه انا زعلانه منك ليه؟ انت بكرياتي عبيطه. كان نفسي افرح بيك وانت لابسه فستان الفرح. كان نفسي انا اللي اوديكي بيتك. كان نفسي ابقى اول واحده تعرف ان انت حامل. مش هعرف من عايده. انا كمان اول ما عرفت خبر الحمل ده كان نفسي اجري عليكي واترمي في حضنك. بس اللي احنا اتحطينا فيه ده بقى كله غصب عننا. هو برضه كان اختبار كبير قوي من ربنا. وهو عارف ان انا ماليش ذنب ولا ادهم لي ذنب ولا انت كمان ليكي ذنب. كبرتي يا نورة وعقلتي. كان نفسي اشوف التغيير ده وانتي قدام عيني. ايه رايك بقى في الحجاب؟ شكلك زي القمر في الحجاب. قمر ما شاء الله. والله يا ماما اللي حصل الفتره اللي فاتت دي كبرني فعلا وخلتني حاسه ان انا محتاجه اني اقرب من ربنا اكتر. عشان كده خدت خطوه الحجاب دي. قلت يمكن ربنا يرضى عني ومش ناقصني حاجه في رضا ربنا عني غير ان انت كمان تبقي راضيه عني. راضي عنك ومسامحكي من قلبي. بس وحياة اللي بطنك ده اوعي توجعيني تاني يا نورة. تعالي راضي ابوكي بكلمتين. زعلان منك قوي. حاضر لما الدنيا تهدى شوية. بس ان شاء الله. كبرتك يا بطاطس وبقيتي جدا. سابت كبرت ايه؟ انا صغيرة وحلوة وهفضل صغيرة وحلوة. بقولك ايه؟ الواد ده بيأكلك ولا بخيل ولا ايه؟ والله هو بيعمل اللي عليه بس انا ما بعرفش اطبخ. شفتي بقى؟ عشان انا كنت بقول لك تعالي معايا المطبخ يا نوره. تعالي معايا ساعديني يا نوره. وانت خلاص مفيش. حقك عليا. وحشتيني. هتبقي ام. اشترك في باقات واتشت الشهرية من 14 جنيه و99 قرش وباقات سنوية من 149 جنيه و99 قرش.